طرائف من البلد. سيحدثكم سوري بن سوريالي عن طرائف من بلد الشهامة والأفضال. نسافر معها من سهل حوراني إلى قمم الجبال. طرائف من البلد. سيكون معكم سوري بن سوريالي خلال لحظات بطرفة جديدة على نغم المقامات. خليكم معنا. عمتم صباحا أو مساء. حدثنا سطيف الملقب بستيف الميتالجي، قال له يخبرنا عن موقف عوانطجي. أنا يا سادة يا أكابر شاب شنتير بقلب مغامر، وعبر عن نفسي بدم فائر، فبصحبة موسيقياي الصاخبة أتناول إفطاري، وبالقرع على درمزي أقضي نهاري. أما الليل فأخصصه للعزف على جيتاري. عيوني مكحلة، سوالفي مذيلة، سكسوكتي مجدلة، شعري طويل حتى منتصف الظهر، أرتدي حزاما من الجلد والحديد حول الخصر، وأبدل ملابسي السوداء مرة في الشهر. أما صوتي فهو جهور وأجش، وكأنه صوت مومياء تصرخ من داخل النعش. يعني بالمختصر المعقول، أبدو كهارب من فيلم لمصاصي الدماء أو أكلي العقول. ثقافتي كره الظلم والطغيان، فبالكرامة وحدها يحيى الإنسان. مما دفعني في إحدى المرات للانضمام إلى إحدى المظاهرات للمطالبة بالحريات والكرامات. دخلت إلى الجامع الأموي وصار الكلام عني شروي غروي، فقد كنت أبدو بالشكل والمضمون غريب، وكما أني زيتونة في صحن زبيب. وما هي إلا لحظات حتى بدأت التكبيرات، وللمطالبة بالحرية تتالت الصيحات، وللتأكيد على الكرامة تعالت الأصوات. فذبت وصرت جزءا من الهتاف، ولقوة صوتي رفعوني على الأكتاف، وكنت واحدا منهم في الأسباب والأهداف. وما هي إلا لحظات معدودة حتى كانت أفواج الشبيحة على طرف الطريق ممدودة، فتفرطعنا في كل صوب وحد، وركضنا في كل الاتجاهات قبل أن يشن علينا الحرب. وبلحظة التفاف في حارة فرعية كان في انتظار حاجز طيارا ودورية، فتشجعت وتداركت خوفي وأكملت الركض سوية مع شاب كان خلفي صارخا الله أكبر لأوهمهم بأني سلفي، مما أدى إلى ارتعابهم من هتافي وصوت الجاعوري، وزادها عليهم صديق الذي صرخ صار 20 فجر حالك يا عرعوري. فما كان من الشبيحة إلا أن انبطحوا في الأرض لنكمل نحن طريقنا هربا ونحن نركض بالطول والعرض. نهاية يا سادة يا كرام، نرى أن في التعميم أخطاء عظام، وبهذا يكون علينا واجبا عدم إطلاق الأحكام قبل أن نقترب من الناس لنتعرف عليهم باحترام لما في ذلك من فوائد عظام. فتأمل يا رعاك الله.